علي اللي حصل في الكيمودرائيه ده شغل النظام القديم والحاكم القديم لسه بيلعب لغايه دلوقتي في البلد، بس مش هو اللي بيلعب نفس النظام بتاعه بس على ايد الاخوان المسلمين وعلى ايد المرشد العام. لما بيعوزوا يعدوا مثلا زي مشكله السكوك اللي عدت، لازم يعمل مشكله في الازهر ويسمم الناس عشان خاطر يمرر قانون، والكلام ده كله احنا عارفينه بقى لنا 30 سنه من مرر قانون على دم ناس وعلى دم اخواتنا. فاحنا قررنا كحركه شباب من اجل التغيير نعمل يوم تضامني النهارده مع الكنيسه والازهر، ونظمنا اليوم النهارده مع بقيه القوى السياسيه المشاركه معانا، ومحدش فيهم بصراحه قال لا. الناس كلها كانت متشجعه جدا للنزول النهارده لتأييد الكنيسه عشان نرفع بيها رايه مصر لفوق، ونرفع شعار واحد بس ان هو مسلم ومسيحي عايشين على ارض واحده. المسيحي ليه حق زي المسلم؟ الدين لله والوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع. هو ليه حق زي بالظبط في الوطن ده؟ ما ينفعش يبقى كبش فدا. الخصوص دي كانت لعبة ملعوبة علينا عشان خاطر نمرروا بيها حاجات كتير، عشان نتلهم، عشان قانون الانتخابات يعدي، عشان السكوك تعدي. فاحنا هنا واقفين لهم كحركة شباب من أجل التغيير، بنقول لهم لا، احنا واقفين لكم بالمرصاد. احنا نزلنا 25 يناير وحلبنا بمصر الجميلة ومش هنرجع. يا اما نجيب حق الشهداء كلهم مسلم ومسيحي، حق مينا قبل الجندي وحق جندي قبل مينا، عشان مصر دي لكل المصريين مسلمين ومسيحيين. الوقفة الرمزية لشباب البحيرة هي تعبير عن رفض الفتنة الطائفية التي تهدد مصر وضربها في نسيجها الوطني، وأيضا رفض محاولة فصيل معين اقتناص التهجم على الرموز الدينية في مصر متمثلة في الكاتدرائية والكنيسة وفي الأزهر الشريف الذي يتعرض لحملة لا سابقة لها لتغيير نهج وتغيير قيادات، والمعروف عنه من تعبير عن الإسلام الوسطي المعتدل لكي يتحول إلى
نهجي وهابي يعبر عن قوى الحاكمة الجديدة التي تحكم مصر، ويخلط بين الدعوة والسياسة بما يفسد الدعوة ويفسد السياسة. مصر تحس بخطر جسيم من تعرض وحدتها الوطنية للخطر على هذا النطاق غير المسبوق من تكرر حوادث هي حوادث طائفية وتخريض على الفكرة الطائفية وحماية لها من السلطات الحاكمة في مصر. وكان المشهد أمام الكاتدرائية واضحا أن قوات الأمن والداخلية بدلا من أن تحمي الكاتدرائية حمت المحرضين والمهاجمين وهم قلة ضئيل من كان بإمكان قوات الأمن ببساطة وبسهولة شديدة احتوائهم والسيطرة عليهم، إلا أنه عبر ساعات طويلة استمر هؤلاء في مهاجمة الكنيسة بعد أن اعتدوا على المعازين في الجنازة لأول مرة في حراسة الشرطة جهارا نهارا، ثم عندما تدخلت الشرطة لم تتدخل ضد البناء وإنما وجهت قنابلها للكنيسة في عمقها في مهزلة يعني تاريخية لم تحدث في تاريخ مصر تستوجب المساءلة والمحاكمة. الأزهر الشريف يتعرض هو لهجمة لا تقل خطورة، هي تزعزع كيان الشعب المصري وتحاول التحول إلى دين آخر لا تعرفه مصر وهو الإسلام الذي استقرت عليه طول التعرض لهذه الثوابت وتجاوز الخطوط الحمراء جامعة في ظل حكم الرئيس مرسي هو مدعاة قلق شديد وهو خط أحمر. أعتقد أن الشعب المصري لن يسمح به بحال من الأحوال، وهذا هو المغزى الذي حاول أن يعبر عنه هؤلاء الشباب ونحن معهم في وقفتهم ومسيرتهم الرمزية في ضمانهور عاصمة. شكرا جزيلا.